شكرا الاخوان الاعلاميين النورين وكل وسائل الاعلام والصحافه ديالنا الغراء اللي شاركت معنا في هذه التغطيه هذا العرس، هذا العرس الرياضي بالامتياز اللي كيتواجد في قصر كبير، ونحن كمسؤولين كرأي الجماعه هذه المدينه كنسجلوا بكل ارتياح هذه المساهمه الكبيرا وصغيرا اعلاميا صحفيا مجتمع المدني نساء رجال اطفال، وكنشكر كل الناس وخاصة الصحافة اللي خرجة المدينة اللي هي كتجي بعيدة والإعلاميين اللي جاوا بعيدين كنشكرهم وسمحوا لنا لأن ما خدمناهم شي، ما عطيناهم لا يتغدى وما شفنا فيهم، ما عطيناهم وقت لأن فوق الإرادة ديالنا يسمحوا لنا بزاف. حنا عارفين هما ما كيعجبهمش هادشي الماكلة ما كيعجبهمش هادشي، ولكن حنا خصنا نكونوا كبيرين وخصنا نكبروا بهم، ولكن يعني فوق الإرادة ديالنا فوق الطاقة ديالنا جبرنا كنديروا التنظيم هانتوما شفتو. وكنشكر كل أجهزة بالبوليس بالمخزنية جميع القوة المساعدة الإغاثة المدنية رجال السلطة الباشا المهم والمجتمع المدني والأعضاء وجميع القسراوة اللي كانوا في المستوى الحدث من قلب قصر كبير. واليوم كنقول على أن اليوم قصر كبير الآن أصبح الإشعاع ديالو دابا في العالم، الآن العالم كيراقب قصر كبير بهذا النجم الرياضي الدرافس المطور المنور ذكي، كيفاش كيتعامل مع يماه، كيفاش يتعامل مع العائلة ديالو، كيفاش كيتعامل مع المدينة ديالو، كيف يتعامل مع الجامع الولد خالوق مزيون. وانتم كنشكركم بزاف وسمحوا لي رانا عياشكم. اون اكويير اشرف حكيمي ابخي سيت بيل كوب دي موند مع المنتخب. دونك فوالا سا في دو بيان سي ان بليزير ديت فوالا. رسالة اللي كتوجه للاعبة المنتخب بعد مسيرة هذا الميساج. فوالا الميساج سي دو كونتيني كوم ايزون في، ايزون في سوبر كوب دي موند، مانا كاين لا كوب دافريك اللي جاية كغون با العام الجاي ان شاء الله. De pouvoir bien la préparer pour pouvoir, pourquoi pas, remporter le titre. Là-bas, ils sont en pleine confiance et on a besoin de ça pour pouvoir emmener une coupe prochainement, Inch'Allah. Ouh là là.